السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من ملعب أون. النهاردة هناك أخبار جديدة عن السوبر المصري بنسبة كبيرة. السوبر المصري 19-10، خلال ساعات هيتأكد الخبر، ولكن حتى الآن في أخبار مؤكدة أن السوبر المصري يوم 19-10. طيب نخش بقى على موضوع تاني قالب السوشيال ميديا من امبارح، وهو خناقه كابتن احمد بلال نجم النادي الاهلي السابق وكابتن شريف اكرامي نجم الاهلي ونجم بيراميدز الحالي. احمد بلال قال تصريح في احدى القنوات مع بعض الزملاء، والتصريح ده زعل جمهور نادي الزمالك، وجه امبارح احمد بلال عندنا واعتذر وقلنا له ما نقدرش نزعل جمهور نادي الزمالك وانت كنت غير موفق في كده، والراجل قال انا ما اقصدش حاجه، وبمنتهى الادب الشديد جدا اعتذر وانا ما اقدرش والزمالك جمهور عظيم وبتاع، وخلصت القصه والامور خلصت. جمهور الزمالك تفهم القصه، وبعد ما الجمهور كان متضايق ولكن اما يعني شرحنا له خلال الحلقه وبتاع مشيت الامور. شريف اكرامي طلع بوست قال اللعيبه اللي يعني اللي بتطلع تصرح لازم تحافظ على تاريخها، والشهره اما بتروح بيبقى عايز حاجه يطلع بيها وبتاع، فبالبلدي كده ركب احمد بلال مسرح. وده الحقيقه في لوم كابتن احمد بلال، غلط وقال انا غير موفق وانا اتفهمت غلط، والراجل اعتذر. كابتن شريف اكرامي انا قناعاتي ووجهه نظري لو يسمح لي يعني ان هو كان غير موفق في توقيت كتابه البوست. محتوى كتابة البوست فيه كلام أكيد مظبوط وفي كلام كتير محترم، يعني الراجل بيتكلم في المطلق تمام، بس في التوقيت ده أنت طالع على زميل ليك شايف أن هو ما كانش موفق أخطأ خطأ، فقمت مركبه مسرح ومدخل الجمهور، والجمهور آخد البوست ومطير من هنا، بقى الجمهور جزء طالع مع شريف وجزء طالع مع بلال، والأمور هنا ما كانتش بصراحة يعني في مكانها، لان انا لو شايف ان لاعب زميلي اخطا او كان غير موفق انا هرفع السماعه عليه اقول له لا القصه دي انت غير موفق فيها، جمهور الزمالك لا جمهور الزمالك برضه جمهور كبير وعظيم ولا ما ينفعش، او فرقه الزمالك او التصريح، واخليه يطلع اشوف له طريقه ازاي نهندل الموضوع زي ما دايما الحقيقه بفضل الله بنعمل، برضو ربنا بيجعلنا سبب في الجزئيه دي، بنيجي بنهندل الامور بشكل محترم وثقه الضيوف فينا بتخلي الامور كويسه. يعني بلال الحقيقه راجل قريب مني وراجل حبيب، ما اتكلمنا معاه امبارح، الراجل على طول كان عنده المبادره، وانا ما اقصدش خالص وده سوء تفاهم وانا ممكن يكون اتفاهم غلط وانا اعتذر لجمهور الزمالك، مفيش اي حاجه، بادب شديد. فالحقيقه زي ما قلنا قبل كده ان بلال كان غير موفق، والراجل طلع بشجاعة كبيرة اعتذر. برضو في التوقيت ده كان الكابتن شريف إكرامي غير موفق في البوست، لأن أنت دخلت وركبت زميل ليك لعب معاك سنين في الملاعب مسرح في توقيت ممكن يكون هو في خطأ، وما ينفعش نقعد لبعض بالشكل ده، ما ينفعش. احنا لو بنحب بعض هنبقى في ظهر بعض، وارد تغلط انت النهارده، وارد اغلط انا بكره، وارد يكون عندنا تعقيبات على بعض المواقف بعض التصرفات، التوقيت بس. لو الجمهور كله متضايق وطالع عليك مش هخش انا كمان عشان اديك موعظه او اديك قصه، فهنا ما فتكش، هنا انا زودت على القصه على دماغك. وطبعا بلال رد برضه تاني على كابتن شريف اكرامي، والجمهور اخذ الرد ده من هنا والكلام ده من هنا وبقت ملحمة زي ما بيقولوا. والحقيقة اللي ضايقني ان في الاخر يكون الطرفين نجمين كبار، فنرجو كده الهدوء عشان الامور تمشي، داخلين على احداث كويسة وداخلين على متعة كروية كبيرة والدنيا هتمشي وخلاص. بلال الموضوع خلص، الراجل واعتذر وصافية لبن، وان شاء الله بإذن الله تمشي الامور على ما يرام، هو ده اللي يهمنا في القصة. طيب بعض الناس النهاردة لقيتهم بيقولوا هو ليه الكابتن الخطيب اعتذر عن السفر مع الفريق، كابتن الخطيب تعبان. ناس قالت لك لا الكابتن الخطيب مش تعبان، كابتن الخطيب كويس ان شاء الله يا رب يبقى على طول كويس وبصحه جيده، ولكن الحقيقه ان الكابتن الخطيب عنده اجهاد شديد جدا قبل حفله تسليم درع الدوري، وكان في نصائح الاطباء ان هو الراجل ما يكونش موجود هناك، يعني ما فيش داعي. واحد يقول لي ليه هو ايه اللي حصل يوميها، يعني ايه المجهود
اللي حصل الكابتن او اللي الكابتن عمله، المجهود حضرتك اللي الكابتن عمله ان سيبكم من النزول او سيبكم من المشوار. كابتن محمود الخطيب في هذا الحدث كرم 67 شخص، 67 فرد من لاعبي الاهلي والجهاز الفني والاداريين، كابتن الخطيب كرمهم بنفسه. واحد يقول لي طب ما هو ممكن كان طلع الخطيب على المنصه وخلى حد وزع على الناس دي يعني الورود او ما يبقاش الخطيب. يعني ايه الجمله دي؟ يعني هي القصه لو كده وعمل كده ما يبقاش الخطيب. هو في دماغه حاجه، عايز يروح لكل واحد يديله رساله، عايز يروح لكولر يحضنه ويسلم عليه، عايز مع كل واحد يكافئه بطريقته، عايز يقول له ده انت عملت حاجه رائعه، ده انت شد شويه، ده طبطب عليه، ده اقول له ما يهمكش، ده اقول له بصراحه عامل مجهود كبير. فحضراتكم زي ما انتم شايفين، لان بعض الناس بص حسين الشحات وكهربا هنخلص الاحتفال النهارده، مش عايز شقاوه، مش عايز هزار، مش هنقعد بقى نحتفل اسبوع، لا. فهو اخذ القرار ان هو يكرم 67 شخص بنفسه، وده اللي يعني عمل كمان ارهاق شديد جدا للكابتن. ومش بس اللعيبه، ده اللعيبه والجهاز الفني وعمال غرف الملابس وعمال النادي وكل الناس اللي كانت موجوده فرد فرد. هو الكابتن عايز يدي رساله، هو الكابتن في اللقطه دي عايز يدي رساله. والحقيقه كابتن الخطيب بالسيستم اللي حطه في النادي الاهلي ابتدى يطمن الناس خلاص. طبعا وجود الكابتن محمود الخطيب في اي بعثه بيصنع الفارق، مفيش كلام. ولكن لو لا قدر الله تعثرت الظروف صحيا، ما كانش في افضل شيء، خلاص مفيش مشكله، كل الشباب موجوده. السفريه اللي فاتت كان الضماطي موجود برضه، كانت في المملكه العربيه السعوديه، ضماطي كادر محترم وشاب محترم وكادر رجل اعمال ناجح. السفريه دي محمد الغزاوي موجود، اقدم الاعضاء اللي موجودين، راجل شاب، راجل عنده خبرات كبيره جدا، واجهه الحياه رائعه، خبرات كبيره للغزاوي. ما عندناش شك ان الغزاوي في البعثه دي هيأدي بشكل رائع قبل ما يروح، هو بما فيها اي حاجه، لان هو الحقيقه رائد مدرسه الانضباط. يعني غزاوي متربي في الاهلي من مدرسه الكابتن حسن حمدي، ثم مدرسه كابتن محمود الخطيب، ثم معاشر بشكل كبير جدا، ومن ايام الكابتن صالح سليم ويعني كابتن طارق، وعمر كبير جدا جدا جدا. الصوره دي برضو بترد على بعض الاحاديث بتاعت محمد الشناوي وعروض الدوريات العربيه، وعايز يمشي وعايز يقعد، هجدد ولا لا؟ زعلان بالله عليكم. الصوره تاني كده بتاعت محمد الشناوي وكابتن الخطيب، الكابتن الخطيب وهو بيسلم على الشناوي، دي صوره واحد زعلان، سلام عليك يا عم حارس براحتك. الصوره بتاعت الكابتن الخطيب مع محمد الشناوي دي صوره حارس زعلان. اصل هو ساعات يقول لك ايه يا عم انت بتجيب القصص دي، يا عم انا ما بجيبش وانا ما قلتش حاجه، وفي خناق والشناوي زعلان وعايز يمشي ويسيب الاهلي، وزعلان من كابتن الخطيب، خلاص انا قلت يا عم كل الكلام ده ما يهمكش، انسى بقى كلامي. الصوره دي، الصوره الحضن ده، والصوره دي اب وابنه، دي بتاعت حد عنده اي مشكله؟ رد حضرتك انت، يعني انت رد ايه؟ الصوره ما بتكذبش. يعني انا بقول لكم علاقات طيبه وعلاقات رائعه، والاهلي بيته، وكابتن الخطيب زي والده اهو. الصورة ايه اللي بتقول؟ على فكرة احنا بنترجم صورة وبنشرح صورة، عارف بيقول له هنا، بيقول له كلم اللعيبة كله، نخلص الاحتفال كله يقفل، عايز تركيز. كابتن الخطيب من اول دقيقة باصص على ماتش السوبر، من قبل المباراة مفيش حديث على ماتش السوبر، من قبل المباراة نفرح ونقفل بسرعة لان عندنا السوبر الافريقي، ماتش بيتلعب كل 30-40 سنة، ماتش هيكون ليه فرحة كبيرة جدا جدا. انا بأكد لحضراتكم، بس مش عايزين ندي الموضوع اكبر من يعني ان في الاخر 90 دقيقه ومكسب وبطوله وبالتوفيق ودي الرياضه وكل الكلام الحلو اللي دايما بقوله. ولكن البطوله دي هتاخد الفائز في حته بعيده، البطوله دي هتدي دافع كبير كبير لنادي الزمالك في حاله فوزه، وهتدي دافع كبير للنادي الاهلي في حاله فوزه. السوبر الافريقي، وخصوصا ان طرفي المباراه الاهلي والزمالك، اللي هيكسب ممكن كده يروح يقعد شويه في الحته التانيه. كل اللي انا بقول لحضراتكم ده
رغم التعب والإرهاق كابتن الخطيب النهاردة موجود في التمرين وقاعد زي ما دايما معودنا كده لوحده خالص في الركن البعيد الهادي زي ما دايما كابتن الخطيب معودنا قاعد ولوحده بيبص على اللعيبة وبيدي الرسالة اللي كل مرة بيديها، لا بيتكلم ولا بينادي حد ولا في 50 واحد ولا أي حاجة خالص. الصورة دي كررت 1500 مرة بره مصر جوه مصر، كرسي وبعيد كده والكابتن يروح يقعد يبص يدي الرسالة اللي هو عايزها للعيبة بلغة العيون، اتكل على الله يمشي والرسالة كده وصلت يا رجالة، وصلت يا كابتن. طالما الكابتن حضر التمرين يبقى عايز يقول للعيبة حاجات كتيرة جدا. كولر دخل امبارح عمل جلسة خاصة مع ياسين مكاري محلل أداء النادي الأهلي وقعدوا اتكلموا. طب اتكلموا في ايه؟ قال له ايه؟ ياسين قال لكولر كل التقطيع اللي انا اتفرجت عليه لفرقة نادي الزمالك لازم يكون هناك انذار شديد اللهجة لاربع لعيبة موجودين في الزمالك عنا عليهم. طيب يا سينو عينك على مين؟ قال له احمد سيد زيزو، عبد الله السعيد، الجزيري، ناصر ماهر. اللعيبة دول الاربعة دول ما يطلعوش من تحت نظرنا رقابة لصيقة. ليه؟ قال له بالبلدي كده الأربعة دول ما يمسكوش كورة، الأربعة دول ما يطلعوش بالكورة، الأربعة دول عندهم قدرات يعملوا أي شيء. وده اللي خلى كولر النهاردة في أوضة اللبس يعمل محاضرة خاصة على الأربع لعيبة دول ويقعد يتكلم مع الناس إن أنا لازم أبطل المفعول، لازم أشد فيش الأربع لعيبة الجزء الهجومي ده، لازم أشد فيشه لأن دول اللي قادرين إن هما في أي وقت يعملوا أي قصة. كولر شغال على خطوط كتير جدا في الملعب وشغال على أطراف كتيرة جدا جدا وتفاصيل صغيرة كتيرة. واحد يقول لي يعني إيه تفاصيل صغيرة؟ أقول له اللي بيفرق دايما المكسب من الخسارة هي التفاصيل الصغيرة في أي مباراة. يعني أي مباراة حضرتك تفكر فيها اللي بيفصل اللي كسب عن اللي خسر تفاصيل صغيرة جدا جدا، والاهتمام التفاصيل هو اللي بيدي التوفيق. كولر كان قاعد بيقول له حد كده انا عايز ابعت رسالة. قال له رسالة لمين؟ قال له رسالة لجمهور الاهلي، اتكلم اعمل تصريح اقول؟ قال له لا. قال له طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ شوية كده وكل قال للراجل تعالى ورايا بالكاميرا. قال له على فين؟ قال له هتاخدني صورة. قال له طب ما اخدك صورة احنا فينا؟ قال له لا تعالى ورايا. خش كده بالصورة اللي كولر بعتها لجمهور الاهلي النهاردة. افتح كده الكادر وورينا. افتح كده وسع الكادر. دي صورة كولر اللي وقف وقال لحد صورني وحط الصورة دي، هبعتها رسالة. بعتها رسالة لجمهور الأهلي، يبعتها قبل المباراة، يبعتها إن أنا جاي بحلق في السماء، يبعتها إن أنا جاي بحلق عكاس، قولوا زي ما تقولوا. الله على دماغك، بصراحة ألماظ. يعني دماغ ما قول رسالة زي ما أنت عايز، قول قول قول، بس راح للأهلي في السكة اللي بيحبها، راح لجمهور الأهلي بالرسالة اللي بيحبها. أنا واقف تحت شعاركم، أنا جاي في المنطقة اللي أنتوا بتحبوها. الرسالة الأخيرة اللي اداها كولر وهي رسالة مهمة قوي، قال لعيبة الأهلي النهاردة اوعوا لعيب للحظة يكون فاهم إن إحنا رايحين نحتفل. إحنا مش رايحين نحتفل، إحنا رايحين نلعب مباراة مدتها 90 دقيقة، بعد ال 90 دقيقة لو وفقنا نحتفل بالفوز. مفهوم كلامي؟ ايوه. يعني ايه يا عم الحاج اللي انت بتقوله ده؟ قال له يعني اوعى عقلك الباطن او اوعى شيطانك يصور لك ان احنا رايحين نحتفل ومباراه تحصيل حاصل. اوعى تفتكر كده، واوعى تفتكر ان الجمهور ده هيسامحك لو حصل كده، لو حصل استهتار، لو حصل اي حاجه. انا كسبان فالدنيا، انا الافضل استقرارا، وكل التفاصيل دي ما استغلهاتش واحتفلت بدري. كل سنه وانت طيب. واحد يقول لي هو كولر ده فعلا بيتأثر وبيقشعر وبيحب الأهلي؟ أقول له ارجع بالصورة كده أوريك كولر وهو بيبكي
ساعه ما نزلوا جمهور النادي الاهلي باللقطه او الدخله اللي عملوها في الماتش الاخير. نشوف مع بعض حضراتكم دي الدخله ونشوف كولر بص لها ازاي. ده كولر، دي لعيبه الاهلي، وفي لقطه وكولر بيبص على كولر نفسه، لقطه قبل الدخله كنا جايبينها دلوقتي، وكولر واقف بيبص كده وبيدمع. ايه العظمه دي؟ ايه العظمه اللي جمهور الاهلي عاملها ده؟ ايه الدخله دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ ايه الفكر ده وايه المجهود ده؟ وفي الاخر جمهور لا هيطلع في الكاميرا ولا واحد هيبقى النجم ولا واحد هيجيب هداف ولا هياخد مليون كذا مليون في عقد. بصوا بصوا كولر بيبكي واقف بيدمع اهي، عينيه مرغرغه من لقطه انتوا بتعملوا معايا كده ازاي؟ انتوا اللقطه دي عاملينها معايا كده ازاي؟ عشان كده هو حياته الجمهور، حياته الجمهور. يقول لك دخل لي الجمهور ومالكش دعوه، دخل لي الجمهور وسيبني اتصرف انا احلها، بس دخل لي الجمهور مفيش مشكله خالص. امام عاشور واسام النهارده هقول لكم حاجه حصري عشان لو شفتوها الجمعه فاهم قصدي تشكروا العبد لله. امام النهارده اخد وسام كده قال له تعالى ابو علي تعالى معايا، قال له ايه؟ قال له بنجهام بتاع ريال مدريد عارف لقطه الاحتفال بتاعته؟ قال له اللقطه بتاعتي الشهيره بتاعت كده دي. قال له ورينا كده يا عم امام. قال له ايه؟ شفت دي؟ بص دي، بص بص الحركه دي اهي شفت؟ ف وسام قام قايل له ايه؟ طب سيبني كده اشوف. قعدوا النهارده 5 دقايق امام بيعلم وسام ازاي يعمل الاحتفاليه. امام بيعلم وسام الاحتفاليه، اتفقوا على ايه؟ امام قال له لو ربنا كرمني يوم الجمعه تيجي تقف ورايا، تيجي تقف ورايا وتعمل زي. ف وسام قال له ما تهزرش، ده انا الهداف، ده انا صاحب ال 20 هدف. طب لو ربنا كرمني انا؟ قال له انت تعمل اللقطه وانا اجي اقف وراك. يعني دي لقطه احتفال الهدف، لو احرز امام او وسام، وسام بيقلد امام وامام علم وسام، خلاص كده خلصنا من الشغلانه. هيخش معاهم مين تاني في الكو؟ الله اعلم. الله اعلم. بس اللقطات دي مهمه عشان في النهايه دي بتفك الاسترس، بتفك التنشنه، يعني بتخلي الامور كده ايه؟ هاديه زي ما بيقولوا. قولوا لي. قول لي ليه؟ طيب ده دي بقى اخبار النادي الاهلي كلها اللي معانا. في كمان قبل ما اخش على اخبار نادي الزمالك، او اخش على اخبار نادي الزمالك على طول، بس قبل ما اخش على اخبار نادي الزمالك نروح كده لبعض لقطات استقبال رابطه نادي الزمالك في المملكه العربيه السعوديه. وصل بالفعل النهارده فريق نادي الزمالك والبعثه برئاسه كابتن حسين لبيب ومعاه عدد كبير من اعضاء مجلس الاداره، وصلوا بالسلامه النهارده وبنتمنى لهم يا رب ان شاء الله باذن الله التوفيق. جمهور نادي الزمالك حاضر هناك وبقوه، التذاكر خلصت في الفينتو ثانيه، لعيبه نادي الزمالك مركزه، كل واقف على قدم وساق، كله بيستعد وكله بيدور على تذاكر. هتلاقي كل الشباب هناك ومن مصر ناس كتير جدا مسافره، كل المباراه دي مباراه كبيره. الاستاد ساعته انا سمعت اخر حاجه 25,000، تنظيم زي ما بنقول كل يوم، تنظيم ان شاء الله باذن الله رائع من جانب يعني اخواتنا في المملكه العربيه السعوديه تحت رعايه موسم الرياض المستشار تركي الشيخ. وان شاء الله باذن الله كالمعتاد هنشوف مفاجات كبيره جدا في الماتش، وهنشوف امور رائعه جدا، والناس كلها هتستمتع بالمباراه. استقباله رائع امام حضراتكم بوصول فريق نادي الزمالك، لعيبه نادي الزمالك مركزه، كابتن حسين لبيب اهو وصل بالسلامه، كابتن احمد سليمان و المهندس هشام نصر برضو انا موجود اهو مع البعثه، والحقيقه والاستاذ احمد خالد. قولوا لنا تاني عشان انا مش شايف حد. حد تاني سافر مع البعثه؟ طيب بحاول بس اشوف عشان ما انساش حد من الساده اعضاء
مجلس إدارة نادي الزمالك. والحقيقة أنا بحيي جدا الكابتن أحمد سليمان، لأن أنا يعني جمعني بيه لقاء الصيف ده في الساحل. الراجل صحيا كان في نقاهة، لأن خضع كابتن أحمد سليمان لعملية كبيرة جدا، والحمد لله قام بالسلامة. ولكن يعني فك بقى فترة النقاهة ونزل لصفقات ونزل يخلص أمور، ثم طار السعودية مع الفريق. ربنا يديله الصحة، ولكن يعني نتمنى له يا رب دايما كده السلامة والصحة. طيب، عبر زوم إسماعيل محمد المتحدث باسم رابطة الزمالك بالمملكة العربية السعودية. إسماعيل، مساء الخير. مساء الفل يا كابتن سيف، على حضرتك وعلى كل مشاهدين برنامجك اون سبورت. ازيك يا سومع، اخبارك ايه؟ الحمد لله سيف، بيه اخبارك ايه؟ اخبار ما عليك يا ابو علي الباشا. ربنا يعزك، كله زي الفل الحمد لله. استقبلتوا على الف حمد لله على سلامه الفريق، الاستقبال النهارده ازاي واستعداداتكم ايه بالجمعه؟ خلينا في البدايه بس قبل ما نتكلم عن اي حاجه تخص الماتش يا كابتن سيف، بنتقدم بارق التهاني للمملكه العربيه السعوديه حكومه وشعبا ولسيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الامير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا، بمناسبه العيد الوطني للمملكه كان امبارح ال 94. يا رب دايما ديار عامره كده بالخير والرخاء والازدهار يا كابتن سيف. يا رب ان شاء الله وبصحه جيده يا رب ان شاء الله. يا رب. بالنسبه لاستعدادات رابطه الزمالك الرياض، مش جديد علينا كابتن سيف، خلاص بقى الزمالك يعتبر هيلعب هنا في السعوديه السيزون اللي جاي بقى ان شاء الله. يعني يعني احنا الحمد لله دي يمكن ثالث مره ورابع مره يجينا الزمالك هنا، والحمد لله رابطه الزمالك الرياض على قدم وساق في استقبال الفريق، والحمد لله. يعني النهارده كان في وفد بسيط جدا من الرابطه راح قابل الفريق النهارده، وصل بالسلامه حسين بيه والمجموعه اللي معاه، الاستاذ رامي نصوحي الاخ الكريم العزيز، الاستاذ رامي يعتبر اخونا، يعتبر ابن المدرج الدرجه الثالثه. رامي نصوحي من الشخصيات المحترمه الحقيقه، انا اتقابلت بيه قريب وراجل شخص محترم وشاب رائع الحقيقه. جدا جدا رامي من الشخصيات الجميله جدا، ويعتبر ابن الثالثه بقى يعني مننا اخونا يعني. فرامي دايما كان على تواصل معانا، وبصراحه من الناس المحترمه جدا ربنا يبارك فيه، وفي مجلس الاداره كلهم نورونا النهارده والفرقه نورتنا. كان في استعدادات الرابطه بقياده اخويا محمد بنهاوي وعبد الله اشرف مؤسسين للرابطه، والحمد لله كل ستيب باي ستيب بناخدها كابتن سيف، بنعمل ترتيباتنا وتجهيزاتنا بالنسبه للاستقبال من حيث الفرقه واداره النادي والجمهور كمان. ان شاء الله احنا في استقبال الجمهور باذن الله، يعني جالنا عدد من الوايت نايت لا يقل عن 500، من بين 500 ل 600 شخص، ان شاء الله احنا جاهزين لاستقبال اخواتنا باذن الله. الاستاد الحقيقه استاد رائع، يعني انا شايف الاستاد بالارضيه بالامكانيات حاجه رائعه يعني. الحقيقه مملكه ارينا بصراحه من اجمل الاستادات اللي موجوده، الاستادات المكيفه، عامل حاله جميله جدا في موسم الرياض. بالمناسبه خلينا نشكر معالي المستشار تركي علي الشيخ على الاستضافة الجميلة دي، وكل مرة بيفاجئنا بحاجة جميلة، فبنقول له شكرا معالي المستشار بصفة رسمية من رابطة زمالك الرياض، انه دايما يعني دي ثالث مرة نشوف الزمالك في الفترة دي بسبب توجيهات معالي المستشار. والاستاد عامل حالة جميلة، والحمد لله قدرنا نقفير موضوع التذاكر، وبنحاول في الفترة الأخيرة برضو بنحاول نقفير موضوع التذاكر عشان خاطر جمهور نادي الزمالك. لكن احنا كان عندنا يعني رجاء للجنة المنظمة بخصوص موضوع ترتيب التذاكر كابتن سيف. اتفضل يا فندم. الرجاء اللي احنا عندنا، احنا يمكن قدمنا فيها خطاب رسمي من خلال مجلس الاداره، ان احنا عايزين يتم فصل الجمهورين عن بعضه، جمهور الاهلي يبقى في الثالثه شمال واحنا في الثالثه يمين زي ما احنا، عشان انت عارف اغلب الدربيات هنا زي ديربي الهلال والنصر او ديربي جده ما بين الاهلي والاتحاد، فطبيعي لازم يكون في فصل ما بين الجمهورين عشان عدم المشاحنات وعدم ان يحصل تاتش، وخصوصا ان هي مباراه مصيريه ومباراه بطوله من مباراه واحده، فمش عايزين ده. فاحنا كنا بنتمنى من اللجنه المنظمه، ويبقى الموضوع لينا وعلينا، يعني احنا مش بنتكلم احنا بس، يعني هو مش بنتكلم عن جمهور الاهلي بس، لا لينا وعلينا احنا، لا عايزين زملكاويه يقعدوا في مدرج الاهلي ولا الاهلاويه يقعدوا في المدرج بتاعه، احنا سمعة عايزين عمليه الفصل. احنا سمعة تعودنا دايما في الماتشات دي ان بغض النظر احنا واحد، واحنا عندنا رساله أكيد. اسمى من كده ان احنا رايحين بنمثل وبنعبر عن الكره المصريه، رايحين في بلدنا الثاني المملكه العربيه السعوديه. ففي كلا الحالات لا ان شاء الله باذن الله لا يوجد اي مشاحنات ولا اي حاجه، يعني رسالتك كده كده وصلت والناس ان شاء الله يبصوا عليها. ولكن في جميع الاحوال
الامور هادئه وثقتنا كبيره في حضراتكم يعني. الله يكرمك يا كابتن سيف. طبعا والله احنا مش قصدنا حاجه، طبعا احنا اخوات اولا والاخر، احنا عيله واحده، اهلي وزمالك، ده بيبقى ابويا واخويا وصاحبي واعز اصحابي. انا اعز صاحب ليه اهلاوي يعني، الموضوع بسيط. بس احنا بتبقى عارف انت ساعه الماتش بيبقى فيه شويه حماس، حماس شويه كلام، فمش عايزين يحصل حاجه من اي يعني مشاحنات بين الجمهورين. احنا بنحاول يعني نفصل الموضوع من بدري افضل يعني، ان شاء الله ده باذن بالنسبه للرجل يعني. ان شاء الله الرساله وصلت، ولو حتى ما حصلش احنا برضو زي ما قلنا الامور ان شاء الله باذن الله هادئه ورائعه. لا لا لا، اكيد اكيد ان شاء الله الامور هادئه. احنا في الاول في الاخر بنمثل الكره المصريه، بنمثل بلدنا العظيمه مصر. وبالمناسبه خلينا نحيي قائدنا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحيي جيشنا العظيم في ظل الاوضاع الراهنه في بيمر بيها المنطقه كلها. الحمد لله احنا في ظهرهم وفي ظهر اسم بلدنا، والحمد لله جمهور الزمالك دايما على قدم وساق ودايما حاسس بالمسؤوليه. واحنا طبعا معروف منتاليتي جمهور الزمالك في حته تانية الحمد لله. جبت حته تانية دي منين يا سمع؟ لا احنا المنتاليتي دي اساسيه عندنا. لا جبت يعني الحته التانية دي منين؟ مش قصدي المنتاليتي ولا الجمهور، جبت جمله الحته التانية منين؟ احنا اكيد ده من زمان، احنا بقالنا كام سنه بنشجع الزمالك حبا في الزمالك يا كابتن سيف. لا مش قصدي، انت اخدني في حته تانية يعني، جمله الحته التانية بتاعتي انا اللي مشهور بجمله الحته طبعا مسجله باسمي، مش قصدي الجمهور طبعا، جمهور الزمالك عظيم. الله يخليك. لا حته تانية دي خدناها منك يا قائد طبعا، انت بتقول واحنا وراك على طول. حبيبي يا سمع، اشوفك في السعوديه ان شاء الله، اشوفك في الماتش اكيد ان شاء الله يا كابتن، وان شاء الله ربنا يكرم. وعايزين نقول بشرى لجماهير الزمالك جاي، قائدنا العظيم بقى اخونا مصطفى ديالي، وهيبقى فيه ان شاء الله احتفاليه كبيره وكرنفال من جمهور الزمالك. على فكره رابطه الزمالك الرياض قدامها حاجات كتير هنقدمها للجمهور، وفي مفاجآت جميله في اورجنايزيشن بيشكر عليها الناس المنظمين. خليني معلش بس اديني نص دقيقه، عايز اشكر اخواتي وحبايبي الناس اللي معانا، الشباب الاعضاء طبعا. اللي هم خلف الكواليس طبعا. طه وعمر وابراهيم واسامه وهشام وعبادي، كل الشباب دول ده فريق تيم كامل يا كابتن سيف، بيتحرك حبا في الزمالك وبيتحرك في حبا جماهير الزمالك. كل مره بنستقبلهم احنا جاهزين لاخواتنا كل الروابط، اهلا وسهلا جوه المملكه وبره المملكه، احنا موجودين بنقول لهم اخواتكم موجودين. وان شاء الله ان شاء الله يطلع الماتش بصوره جميله تحسن صورتنا كمصريين. وان شاء الله اكلمك يا كابتن سيف واحنا بنحتفل ورافعين الكاس ان شاء الله. تكلمني ليه، انا هكون معاك ان شاء الله، نحضر الماتش ان شاء الله، اكون معاك. يا سلام حبيبي، ان شاء الله اقابلك باذن الله، وباذن الله نحتفل باذن الله. شوفك على خير، وكل التوفيق ليك ولجمهور الزمالك الكبير ان شاء الله. بشكرك حبيبي كابتن سيف. بشكرك حبيبي، شكرا جزيلا. اسماعيل محمد متحدث باسم رابطه جمهور نادي الزمالك في المملكه العربيه السعوديه، اللي نتمنى لهم كل التوفيق. روح حلوه من جمهور الاهلي والزمالك وجمهور كبير وعظيم، جمهورين الحقيقه، وان شاء الله باذن الله يعملوا لقطه مهمه. احيانا بيكون في قصه تاخدها تعمل بيها تحفيز، ممكن يكون سوء تفاهم مثلا من حد، فكابتن عبد الواحد استاذ ياخد التصريح يقوم معلقه في الاوضه، شايف الكلام عامل ازاي، يلا شد وبتاع. طب اول واحد عملها كان كابتن عبد الواحد؟ لا، قبل كده كابتن امير عزمي مجاهد قبل ماتش اهلي وزمالك اخد برضه بوست كان معمول من مجله، وقام حطه في اوضه خلع الملابس كنوع من الحافز. الحاجات دي بتجيب نتيجه ولا لا؟ نسال كابتن امير نفسه. صباح الفل يا كابتن. صباح الفل يا كابتن سيف. وحشنا يا كابتن، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك كله تمام الحمد لله. اخبار حضرتك ايه، كله تمام؟ والله كله تمام الحمد لله. ليه دايما ليك دخل حزيني كده؟ لا والله عادي والله. امال ايه؟ طلبتك في وقت مش مناسب ولا ايه؟ لا 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 والله. وحشنا يا كابتن. وحضرتك والله، حضرتك والله يا كابتن سيف كله زي الفل الحمد لله. كان عندك يعني تجربه قبل كده في موضوع ان انت تحط بوست في الاوضه تحفز بيه اللعيبه؟ بص يا كابتن سيف، هو بالنسبه لي في وقت من الاوقات لازم تعمل بتحفز اللعيبه بطريقه معينه، لازم يبقى في دوافع. يمكن انا ساعه الموضوع ده طبعا انا كنت موجود في الجهاز الفني مع الكابتن خالد جلال، جينا على مرحله اخر ماتشات في الدوري وماتشات الكاس. كانت السنه دي يمكن الوضع كان الزمالك رابع الدوري، فيمكن في وقت من الاوقات لازم زي ما قلت لك اللي انت على طول مش هتقعد تتكلم فني وهتقعد تتكلم اللي لازم نكسب، ولازم لازم يبقى في دوافع وحوافز ساعات بتفرق مع اللعيبه. ويمكن انا فاكر يمكن انا الموقف ده، يمكن انا كنت قاعد مع الكابتن ايمن طاهر طبعا كان موجود في الجهاز كمدرب حراس، واحمد زاهر المدير الاداري، ومحمد عيد اللي هو كان دكتور، وكنا قاعدين بنتكلم. فيمكن انا في
فكرت لقيت البوست ده كان محطوط، كان خبر يعني في مجله النادي الاهلي، فيمكن استاذنت كلمتهم قلت لهم انا يمكن عندي فكره اللي ممكن دي نستغلها في مع اللعيبه ونحفز منها اللعيبه. قالوا لي مفيش مشكله، هي حاجه كويسه ولازم، وطبعا انا لما اقدرش اتحرك غير باخد من المدير الفني زي موافقه. رحت للكابتن خالد قلت له الوضع 1 2 3 وانا شايف لو اتعملت بشكل معين. قال لي مفيش مشكله. طلعت من الفندق يوم الماتش، خدت تاكسي ورحت على الاستاد، حطيت في كل دولاب ورقه. ويمكن اللي انا عايز اقوله لك ان الكابتن خالد جلال ساعه ما بدا المحاضره بتاعه الماتش بداها بالصوره الموجوده دي، اللي في الاول والاخر انا مش هتكلم كتير في الكوره، انتوا شايفين كذا، ولو انتوا ترضوا عن نفسيكوا وترضوا اللي يبقى كده كده. يعني انا في اعتقادي عملت حفزت اللعيبه بشكل كويس، وطبعا غير الحاجات الفنيه اللي الكابتن خالد اتكلم فيها وقدرنا نكسب المباراه. فزي ما قلت لك المدرب في وقت من الاوقات لازم يعني لازم على طول يبقى الابديت عنده شغال، لازم بيشوف طريقه معينه او يشوف حاجه معينه. اللي انت عارفه يا كابتن سيف اللي انت في كلام لو فضل يتقال على طول ساعات اللعيبه بتهمد، انت الحاجه المكرره بتزهق زي ما بيقولوا. فدي كانت حاجه يمكن انا الحمد لله ربنا الهمني ان انا اعمل حاجه زي دي، وكان فيها يعني جانب من التوفيق الحمد لله. شايف المباراه ازاي يا كابتن امير؟ والله بص يا كابتن سيف، انا طبعا بتفرج على حضرتك وبتفرج على برامج كتير، الناس كلها ممكن بتتكلم في نسب و50 50 وبتتكلم في نسبه النادي الاهلي. انا 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 ممكن يعني نظرتي للمباراه تختلف. انا شايف ان القوتين متساويين. يمكن الناس كلها انا النهارده وانا قاعد بتفرج او بفكر في الماتش مثلا، لو انت بصيت على السكواد بتاع نادي الزمالك، لا هو سكواد محترم، ونقاط القوه في النادي الاهلي هتلاقي مقابل ليها نقاط قوه. طب هتختلف ليه؟ ده انا بقالي 3 ايام بقول 50 50. لا هي 50 50 حضرتك ممكن تقول، بس خلي بالك في ممكن ناس بعض الزملكاويه حتى عندهم يعني مقلقين يقول لك لا ممكن النادي الاهلي او النادي الاهلي اجهز. لا انا شايف، انا هديك مثال بسيط. انت لو بتتكلم على الثلاثي الهجومي في النادي الاهلي بتتكلم على بيرسي تاو وسام وحسين الشحات، الناحيه الثانيه بتتكلم على سيف الجزيري وزيزو ومصطفى شلبي. فانا شايف ان الثلاثه دول لا يقلوا عن الثلاثه دول. بنتكلم على نص الملعب، عندك امام عاشور وعندك مروان، الناحيه الثانيه عندك عبد الله السعيد وعندك ناصر وعندك شحاته. فانا شايف الامور يعني الامور متساويه، بل انا في اعتقادي ومش بقول كده عشان زملكاوي. انت قيسها اخر مباراه في الدوري قبل مباراه الانسحاب اللي هي من الدوري الدور الثاني الدور الاولاني، الزمالك لعب كويس وكسب المباراه، وبرده الناس كلها مع فيريرا. يمكن انا عايز اقول لك ان فيريرا في مباراه راح ما كانش مع لعيبه، لعب بالناشئين، والزمالك اتعادل 2-2 وكسب نهائي الكاس. فزي ما قلت لك مش عايز جماهير الزمالك تبقى متخوفه او تبقى محبطه. هو الفرق بين الاهلي والزمالك الفتره دي حاجه واحده يا كابتن سيف، اللي النادي الاهلي الفتره اللي فاتت قافلين على نفسهم اكتر، بادئين من بدري في قصه التعاقدات. الزمالك ممكن بدا متاخر في حته التعاقدات، الكلام كان كتير وكده. لكن زي ما قلت لك انا في اعتقادي القوتين متساويين، ما اقدرش النهارده اجزم مين اللي يكسب المباراه. انت النهارده ممكن ال 90 دقيقه ممكن تدافع كويس وممكن تلقط واحده عادي، وممكن تبقى راكب الجيم من اول دقيقه ما يحصلكش توفيق، بس لازم تشتغل على نقاط الضعف في الفريق الخصم. انا شايف النادي الاهلي بيتميز ان الخطوط متقاربه. ما ينفعش انا في اعتقادي ان انت تضغط على النادي الاهلي 90 دقيقه من قدام، ان النادي الاهلي عنده سرعات قدام كويسه وعندهم فرود محترم. فلازم انا شايف ان جوميز لازم يقسم المباراه، لازم يعمل اكتر من سيناريو للمباراه، لازم يبقى مجهز تغييراته. لكن زي ما قلت لك عشان اقول لك مين اللي يكسب، لا انا من جوايا مش عشان زملكاوي وبس، انا اتمني حاجه والحاجه، لكن انا احساسي من جوه للزمالك ممكن يكسب المباراه. شايف من وجهه نظرك المباراه تفرق مع مين اكتر؟ انا لا، مع الزمالك. ليه؟ اولا انت داخل على موسم، يمكن النادي الاهلي السنه اللي فاتت كان موفق بشكل كبير وكسب افريقيا وكسب الدوري. انا شايف صعوبه المباراه دي يا كابتن سيف للزمالك اللي هي قبل بدايه موسم. انت عارف يا كابتن سيف طبعا حضرتك ليك خبره في المجال الرياضي، اللي انت النهارده لما بتبدا موسم وكسبان الخصم بتاعك او المنافس بتاعك في بطوله تعتبر بطوله كبيره، دي بتفرق معاك بشكل كبير جدا. فانا شايف ان الزمالك لو ربنا كرمه في المباراه هتفرق معاه جدا في بدايه الدوري وفي البطولات اللي هيشارك فيها. لا قدر الله حصل حاجه احباط ومشاكل، وخلي بالك يا سيف في الكوره
المكسب بيداري حاجات كتير جدا، الهزيمه بتفتح مشاكل وبتفتح حاجات ممكن تكون مقفوله، وهتلاقي بقى كلام كتير ورغي كتير قبل موسم. فانا في اعتقادي الزمالك محتاج اكتر المباراه، زي ما قلت لك اللي يكسب المباراه. انت لو ترجع للنادي الاهلي السنه اللي فاتت يمكن خسر السوبر قدام فرقه من الجزائر، ما كانش فاكر، مش فاكر اسم الفرقه يعني دلوقتي، اتحاد العاصمه تقريبا، والاهلي دخل بعديها كسب افريقيا وكسب الدوري. الزمالك السنه دي عشان ما فيش غير الكونفدراليه، ما خسرت كاس مصر، خسرت الدوري، فانا شايف ان المباراه دي تفرق اكتر مع الزمالك، اللي ممكن تديك دفعه كويسه جدا قبل بدايه الموسم، وممكن تخش الدوري بشكل كويس جدا. فنان يا كابتن، سؤال اخير معلش انا اسف على الاطاله. لا مع حضرتك وسام. وسام ابو علي، الفرق بينه وبين الجزيري نفس الامكانيات ولا الكفه لوسام؟ لا مش هقول لك كفه، ده يفرق، يعني ده يفرق عن ده. يمكن سيف الجزيري بيلعب في المساحات اكتر، بيطلع بره الصندوق وبيفضي للناس اللي جايه من ورا. هو سيف بيحب المساحات والكره تترمي له في المساحات، ولو تفتكر قبل كده يمكن فيريرا كان اشتغل في ماتش نهائي الكاس، يمكن في جون جه للجزيري تلعب بره الصندوق والكره اترمت بره الصندوق في مساحه وزيزو دخل مكانه. فده حاجه وده حاجه. وسام ابو علي بالنسبه لي فروه الصندوق، اللي هو بيعرف يخطف بدماغه، بيحضن كويس، محطه كويسه. التاني بيشتغل على المساحات اكتر، بيخرج بره الصندوق اكتر. فعشان اقول لك لا الاثنين يختلفوا، لكن انا في اعتقادي طبعا وسام لعيب كبير جدا وعمل اضافه مع النادي كبيره، مع الاهلي كبيره جدا الموسم اللي فات. وسيف الجزيري اما بيبقى في حالته وموفق يقدر يفرق مع نادي الزمالك، وكان اخر حاجه السنه اللي فاتت هو اللي كسب نادي الزمالك بالهدفين اللي جابهم في ماتش النادي الاهلي. اشكرك كابتن امير، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق ان شاء الله باذن الله لحضراتكم في المباراه القادمه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن امير عزمي مجاهد. ما زلت باكد ان مباراه صعبه على الفريقين، و 50-50 من وجهه نظرنا، وكل التوفيق ان شاء الله باذن الله للاهلي والزمالك. طيب في اطار التحفيز، هل شيكابالا ممكن يروح برضه للغه التحفيز دي؟ ممكن يقول القصه دي؟ شيكابالا هنا بيقول للعيبه الماتش الاخير كل الناس قالت ان احنا مش الاجهز، ومع هذا كسبنا. ده اخر مواجهه اهلي وزمالك، ده النهارده حديث شيكابالا في التمرين قاعد لامم اللعيبه النهارده، بيديلهم درس، بيقول لهم ان الحاجات دي نقلبها من ماينس لبلس، من سالب لموجب. كل الناس بتقول مش جاهزين، احنا الاجهز. كل الناس بتقول مش فايقين، احنا الافوق. كل الناس بتقول الامور صعبه، احنا اللي نسهل. شيكابالا هنا بيمارس دور القائد قبل السفر، وقاعد بيتكلم مع اللعيبه قبل المغادره النهارده، وبيقول لهم ان شاء الله باذن الله البطوله في الملعب 90 دقيقة نعديهم، في حضور أعضاء مجلس الإدارة، اللعيبة كلها حماس، اللعيبة في انتظار الجمهور، مواجهة الجمهور هي ممتعة دائما بالنسبة للعيبة، وأكيد كله قاعد بيحلم باللقطة دي، وبيحلم المشهد هيبقى عامل إزاي. ده ما يخص شيكابالا. المواجهات للأهلي والزمالك، هل في الألفية الثالثة دائما وأبدا الأفضل هو اللي بيفوز، ولا كان زمان ده، ولا ده اتغير، ولا دي مش قاعدة، ولا مع صفارة الحكم قمت تتغير؟ ما أعرفش. ناخد الأستاذ خالد أبو العيون، عضو الاتحاد الدوري للتاريخ والإحصاء. أستاذ خالد مساء الخير. مساء النور يا كابتن سيف، إزي حضرتك؟ أخبار حضرتك إيه يا فندم؟ الحمد لله تمام. يا رب دايما بخير. الله يخليك يا كابتن. هل يا فندم دايما القاعده بتقول ان، او التاريخ بيقول ان الافضل هو اللي بيكسب؟ لا الحقيقه هو تاريخ مواجهات الفريقين بالذات الاهلي والزمالك دايما في مفاجات، ومش دايما الفريق اللي هو متفوق قبل المباراه او ظروفه افضل في المباراه هو اللي بيفوز. وعندنا الحقيقه حصل كذا موقف، يمكن نقول من الستينات كمان. عندنا مثلا في دوري موسم 66-67 كانت مباراه في الاسبوع 17، كان الاهلي متفوق عنده 28 نقطه من 16 مباراه، كان ايام اللي هي نقطتين في الفايز مش ثلاثه زي دلوقتي، وكان الزمالك عنده 16 نقطه. الاهلي كان فايز في اخر اربع مباريات قبل القمه، والزمالك كان خسران اخر اربع مباريات، ومع ذلك فاز الزمالك بهدف عمر النور.
ناخد تاريخ حديث شويه. في موسم 90 91 في موسم 91 92 كان الزمالك متفوق والاهلي كان بقاله 9 ماتشات ما كسبش، ومع ذلك الاهلي كسب بهدف محمد رمضان، وكان في شهر رمضان برضو من الفرقه الغريبه، كان الهزيمه الوحيده للزمالك طول الموسم ده. وراه رسول في نهائي كاس مصر 91 92 والزمالك كان بطل الدوري، الاهلي كان في المركز الرابع في الدوري، وكان في سيطره تامه للزمالك على المباراه، ومع ذلك فاز الاهلي 2-1 بهدفين ايمن شوقي منهم هدف في اخر دقيقه وهدف رضا عبد الله للزمالك. ونروح للسوبر الافريقي 94، كان الاهلي حظوظه افضل من الزمالك بكثير، كان متفوق وكان لسه غالبه في الدوري 3-0 باهداف ابراهيم حسن ومحمد يوسف ومحمد عبد الجليل، وكانت المفاجاه في المباراه دي فوز الزمالك بهدف ايمن منصور. فهي ملهاش قاعده، مش دايما الفائز او مش دايما المتفوق او الافضل استعدادا هو اللي بيفوز في مباراه الاهلي والزمالك تحديدا. يعني اذا احنا ما بنقول دايما تصريح ان مباراه الاهلي والزمالك ملهاش قواعد ومع صفاره الحكم تتحقق المباراه، ده صحيح؟ بالظبط بالظبط، حسب ما التاريخ بيقول. توقعات حضرتك التاريخيه قبل المباراه بتاعت الجمعه ايه؟ لا بصراحه المباراه الزي دي صعب الواحد يتوقعها، صعب الواحد يتوقعها يعني. بصراحه، وخصوصا ان احنا كمان في اول الموسم، يعني حتى لسه تقدر تقول ما ظهرتش معالم الفرقتين، وخصوصا مع اللعيبه المنضمين حديثا الفريقين والصفقات الجديده. ممكن زي ما قلنا فريق يكون متفوق مثلا طول المباراه، حتى مش بس قبل المباراه، ومع ذلك الفريق الثاني هو اللي يكسب. يعني من النتائج الاخيره اللي هي في بطوله انديه افريقيا، الفريقين كسبوا ذهابا وايابا على الفريقين بتوع كينيا. الزمالك على شرطه كينيا كسب 1-0 هناك و2-1 هنا، الاهلي مع جورمايا كسب 3 هناك و3 هنا. يعني تبدو ان هي بدايه قويه للموسم، ولكن برضو ايه ما نقدرش نتوقع. بشكرك يا خالد بيه وبتشرف بوجود حضرتك معانا يا فندم. الله يخليك كابتن سمير، كابتن سيف، وفرصه سعيده جدا. بشكرك شكرا جزيلا فندم استاذ خالد ابو العيون، بشكره شكرا جزيلا. وده التاريخ، عشان ما نقول اتعلمنا من التاريخ الناس تقتنع وتصدق. المستشار محمد المشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكره المصري، محمد بيه مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، ازاي حضرتك؟ اسات المستشار، اخبار حضرتك؟ وحشني. انت اللي وحشنا يا كابتن سيف والله، ربنا يوفقك كده دايما يا رب. ربنا يخليك، ازاي حضرتك يا رب؟ كله بصحه الحمد لله، الله يخليك. ودمياط عامله ايه في وجود حضرتك؟ دمياط بلدك بتسلم عليك كلها. يا رب يا رب دايما كلهم بخير يا رب ان شاء الله. في البدايه يا فندم، هل خلاص السوبر اتحدد؟ سمعنا اخبار دلوقتي ان من 19 ل 24، هل اتحاد الكوره يعني جاله رد رسمي ولا لسه؟ لا، هو اتحاد الكوره فعلا يعني بعت جواب، اتفق طبعا مع الشركه المتحده ان هيبقى من 19 ل 25. انما التاكيد يعني بنسبه كبيره جدا هيبقى في الفتره دي من 19 ل 25 ان شاء الله، اكتوبر اللي جاي باذن الله. ان شاء الله باذن الله، يعني ده خلاص بيقترب السوبر المصري من المعده. ان شاء الله يعني في الجوابات الرسميه اللي راحت بهذا الفتره دي، وان شاء الله هيبقى يعني بنسبه كبيره جدا ان هيبقى في الفتره دي باذن الله، متعدده من 19 ل 25 ان شاء الله. ان شاء الله. هل يا فندم عقد ميكالي خلص خلاص؟ والله يا كابتن سيف انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني هو عقد ميكالي طبعا خلص وتم التوقيع عليه الكترونيا، والمستر ميكالي خلال يومين او ثلاثه هيكون في مصر ويتولى منتخب 2005. احنا عايزين نقول ان مستر ميكالي من المدربين الكويسين جدا، ويمكن ظهر بصوره منتخب مصر بصوره مشرفه رغم الصعوبات الكتير جدا اللي كانت قبل الاولمبياد في باريس، اللي كان مجلس الاداره عمل فيها مجهود كبير جدا، وايضا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ذلل صعوبات كتيره جدا. ففي ظل هذه الصعوبات والمنتخب يوصل لدور الاربعه متفوق على منتخبات عالميه، طبعا ده انجاز ما حصلش من سنه 64. فكان رؤية طبعا مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ جمال علام إن يبقى في مشروع للمنتخب الأولمبي يبدأ من النهارده لمدة 4 سنوات، منتخب 2005، وتم فعلا التعاقد مع مستر ميكالي بعد الاتفاق على شروط التعاقد. طيب هل وائل رياض 2010 خلاص؟
والله يا كابتن سيف انا عايز اقول لحضرتك حاجه. الكابتن وائل رياض من المدربين المتميزين، ويمكن اشتغل مع كابتن شوقي غريب واشتغل مع مستر ميكالي في البدايه، وهو حاليا مدير فني منتخب 2005. الاتحاد المجلس الاداره طبعا مش هيفرق ابدا بالكابتن وائل رياض، سواء ان ممكن يكمل مع مستر ميكالي، ممكن يمسك اي منتخب اخر. والحقيقه ان العمل في المنتخبات الوطنيه ده ليس مجرد عمل فقط، ولكن ده شرف، ده تكليف لاي حد يشتغل في اي منتخب في اي مرحله سنيه. فاكيد يعني ان مجلس الاداره دي حاجه خاصه بيه، ولكن مش هيفرط في الكابتن وائل رياض ابدا، وان هو ان شاء الله هيكون في احد المنتخبات الوطنيه في المراحل السنيه المختلفه. احنا يهمنا كمان ان ميكالي يكون معاه مصريين، يعني يكون معاه مدربين مصريين يتعلموا، لان الراجل ده صاحب خبرات كبيره، فده اللي يهمنا ان شاء الله باذن الله في المرحله القادمه. يعني اكيد اكيد هو طبعا له رؤيه في الجهاز الفني اللي هيبقى معاون ليه. في معاه برضو مدربين اجانب، في اثنين او ثلاثه هو هيجيبهم يبقوا موجودين معاه. انما طبعا لازم في مدربين مصريين، كان موجود الكابتن وائل زي ما قلت لحضرتك والكابتن عادل مصطفى، انما هو باذن الله لما يجي هيتم الاتفاق مع مجلس الاداره على الجهاز المعاون. وعايز اقول يا كابتن سيف برضو في الحته دي، ان في كتير جدا بيتكلم على عقد ميكالي والمبالغ الكبيره. انا عايز اقول ان احنا اتحاد الكوره ما بياخدش مليم من الدوله في لدعم المنتخبات. لا ده كمان عقد الحقيقه ضربه ميكالي دي من افضل القرارات اللي اخذها اتحاد الكوره على الاطلاق. دي حقيقه، ودي كانت ايضا يعني مجلس الاداره ورؤيه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ان يبقى في مشروع لمده 4 سنوات للناشئين، ويتخلي يعني لما توصل للاولمبياد ان شاء الله 2028. انما العقد ميكالي او المبالغ اللي موجوده دي موارد، عايز اوضح النقطه دي لانها مهمه، ما دي كلها موارد ذاتيه من مداخيل الاتحاد المصري لكره القدم، من الحقوق التجاريه اللي موجوده. مفهوم. واعتقد يا كابتن سيف احنا يعني امبارح كان في حاجه يعني مشرفة للكرة المصرية، مؤتمر تطوير قطاع الناشئين والأكاديميات، اللي كان يمكن ده حلم لمجلس الإدارة وخاصة الأستاذ جمال علام من أول ما جه واشتغل في موضوع الأكاديميات ده، وجاه الكابتن علاء نبيل والشركة المتحدة وشركة السادات الحقيقة اللي عاملين مجهود كبير جدا 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 في هذا الملف وملفات أخرى. ولكن احنا بنقول إن امبارح المؤتمر ده بيقول ان في اهتمام بقطاع الناشئين عشان تكون ذخيره للمنتخبات وتكون ذخيره للانديه المصريه ايضا في المرحله القادمه ان شاء الله. سيادة الأستاذ، ميعاد انتخابات اتحاد الكوره؟ والله هقول لحضرتك حاجه يا كابتن سيف، هو طبعا يعني طبقا للقانون وطبقا للائحه ان بيتم دعوه الجمعيه العموميه في ال4 شهور التاليه للميزانيه. طبعا مجلس الاداره لازم ان هو يجتمع اول ويحدد الدعوه، لابد ان هي ما تعديش شهر 10 القادم ان شاء الله، هتكون في دعوه لعقد الجمعيه العموميه تخللها انتخابات مجلس الاداره ان شاء الله. توقعات حضرتك ان الانتخابات تكون امتى؟ يعني ممكن تبقى في شهر 12، خلال شهر 12 مش هتقل عن كده طبقا للمواعيد، لان طبعا هي بتبقى 75 يوم من تاريخ الدعوه ده بالحد اقصى. فلو دعينا في شهر 10 عد 60 يوم تقريبا تبقى في نص 12، اول 12، في اخر 12، في الفتره دي ان شاء الله. تمام. ما يخص يا فندم قرارات لجنه الانضباط، ايه اللي مأخرها حتى الان؟ والله كابتن سيف انا هقول لحضرتك حاجه، يمكن قرارات لجنه الانضباط برئاسه المستشار محمد شيرين فهمي، هو يعني بيبحث كل موضوع بياخد يعني وقت طويل، وعشان كل واحد ياخد حقه، لانها بتبقى عقوبات طبقا للائحه، عقوبات بتبقى فيها شده شويه عشان دي عقوبات انضباطيه. ولكن يعني الشهر اللي فات ده اشتغل في ملفات كتيره جدا، ويمكن على الاسبوع القادم ده ان شاء الله القرارات اللي في اذهان كل الناس وفي السوشيال ميديا هتكون موجوده باذن الله الاسبوع القادم ان شاء الله. بعد مباراه السوبر ان شاء الله، مباراه السوبر خلاص يوم الجمعه ان شاء الله، يبقى بعديها باذن الله قرارات لجنه الانضباط. انما يا كابتن سيف يعني في ملفات كتير جدا يعني انتهت في اتحاد الكوره، حاجات يعني حصلت كتير جدا، ولكن
لازم الاتحاد في الفترة اللي فاتت دي ياخد حقه، سواء في موضوع الأكاديميات، موضوع قطاع الناشئين، موضوع مكالي، موضوعات الدوري. يمكن احنا شفنا الأسبوع اللي فات كان برضو حاجة تاريخية من وجهة نظري بقول عليها، اللي هي عملتها الرابطة مع الشركة المتحدة بحضور الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد وحضور جميع رؤساء الأندية للدوري الممتاز، حاجة تاريخية عشان يبقى موسم قادم إن شاء الله مشرف. وبنقول ان لابد ان اذا كان في اي سلبيات في الفتره اللي فاتت لابد ان هي باذن الله هتكون متعالجه في الموسم القادم ان شاء الله. رئيس لجنه الحكام مصري ولا اجنبي؟ والله لسه مجلس الاداره بقى بيدرس لغايه دلوقتي هذا الموضوع، ما عنديش معلومه بيه، ولكن هو الكابتن محمد فاروق هو اللي موجود، والكابتن ابراهيم نور الدين في الفتره دي، انما ده باذن الله ده يعني قرار مجلس الاداره، دي ما عنديش معلومه فيها يا كابتن سيف. روي فيتوريا الازمه وصلت لفين؟ والله هقول لحضرتك حاجه، يعني مستر روي فيتوريا يعني مجلس الاداره بيحترم كل من يتعاقد معاه لان دي سمعه مصر. مستر روي فيتوريا انتهى تعاقده بعد مباريات بطولة الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، وكان هناك اتفاق بين الاتحاد وبينه على انه يحصل على مبلغ بالتراضي، وفعلا تم تحويل هذا المبلغ، ولكن فوجئنا ان هو رفع دعوة في لجنة اوضاع اللاعبين بالفيفا، والحمد لله ان تم رفض هذه الدعوة بناء على بعض البنود اللي موجودة في العقد يا كابتن سيف، اللي يعني بفضل ربنا يعني وتوفيق ربنا ان قدرت ان ايه اوصل ليها يعني. ولكن انا بس عايز اتكلم في الحته دي، معلش اسمح لي يا كابتن سيف. اتفضل. في موضوع فيتوريا. موضوع فيتوريا يمكن يعني كان فيه كلام كتير جدا بشان المرتب اللي بياخده او الشروط الجزائيه او عقده بالكامل او جه ازاي، ويمكن كان فيه كلام كتير جدا على الكابتن حازم امام. انا عايز بس اوضح حاجه، ان الكابتن حازم اجتهد جدا في مع مدربين كتير بسير ذاتية مختلفة تم عرضها على مجلس الإدارة أيضا. شروط التعاقد عرضوا على مجلس الإدارة ومجلس الإدارة وافق عليه، يعني الموضوع مش متعلق بالكابتن حازم، لأن أنا قلت في بعض المداخلات أن العقد ده أنا شخصيا ما شفتوش ولا شفت البنود بتاعه، ولكن هو اتعرض على مجلس الإدارة ومجلس الإدارة وافق عليه، فانتهى الموضوع لغاية الآن. هل بقى مستر فيتوريا يعني هيستأنف الدعوة دي ولا لا؟ إذا استأنفها والله ده إجراء قانوني يرجع لي، ولكن احنا عندنا دفاعنا برضو القانونية في هذا الملف، ولكن أنا حبيت أتكلم ووضح على إن الموضوع مسؤولية تضامنية كلها لمجلس الإدارة وليس للكابتن حازم إمام منفردا يعني، ولكن هو كان مفوض وعرض على المجلس سواء بسير ذاتية المدربين مختلفين أو بشروط التعاقد اللي تمت مع مستر فيتوريا. شرفت يا محمد بيه واسفين على الاطاله. يا كابتن سيف ده شرف لينا وبنتمنى لك التوفيق وتحت امرك في اي وقت. الله يخليك يا فندم، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. مستشار محمد المشطه، مستشار القانوني لاتحاد الكره المصري. ميكالي ضربه كبيره جدا جدا لاتحاد الكره، نتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق، ولازم يكون معاه طاقم يعني معاونين مصريين ناس تتعلم منه، واعتقد ان الطاقم اللي معاه ناس جهاز على اعلى مستوى، نتمنى له يا رب ان شاء الله باذن الله التوفيق، لان هو راجل هيسوق البطوله اللي جايه، هيكون موجود في البطوله اللي جايه دي، فان شاء الله باذن الله كل التوفيق. بكده خلصنا اخبارنا. كابتن صبري رحيل نجم النادي الاهلي السابق والجونه الحالي والقادم بالنسبه له ايه؟ هنعرف منه ادق التفاصيل بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. صبري رحيل نجم النادي الاهلي السابق والجونه الحالي، وحشت صبري. وانت كمان يا كابتن، والله بارك ايه، انا مبسوط موجود مع حضرتك. ده شرف ليا. شرف ليا والله يا كابتن. كله كويس الحمد لله تمام. تكمله ولا اعتزال؟ لا ان شاء الله اعتزال خلاص، يعني خدت القرار. خدته امتى؟ اخر السنه دي.
اخر السنه. خلاص خدت ان دي اخر سنه والحمد لله، يعني انا راضي بالفتره اللي انا عشتها في الكوره كلها الحمد كم لله. كم سنه في الملاعب يا صبري؟ 17. لا في الدوري الممتاز 17 سنه الحمد لله. 17 17 سنه. الحمد لله. قسمهم كده بقى. الزمالك 4.5 والاهلي 5.5 والاتحاد 4.5 والجونه اخر سنه اهو. يعني 16 سنه اهو بالظبط. احسن مراحلك فين؟ والله يا كابتن كل مرحله كان لها وقتها ولها ظروفها. يعني اللي ضافت لي شويه اكتر ممكن نقول الاهلي، عشان الاهلي انا راجل خدت بطولات وكنت كبير. مرحله نادي الزمالك طبعا انا رحت الزمالك محدش يعرف صبري رحيل. الناس عارفه صبري رحيل انت راجل الزمالك. بس الاهلي لا، الاهلي ضاف لي كتير، والاتحاد السكندري برضه فتره عشتها كانت جميله مع كابتن حسام حسن. الفتره بتاع كابتن حسام في الاتحاد كانت من احسن الفترات ليا في الكوره. فكل فتره يا كابتن ليها لا حياتها ونورقها. اهلاوي ولا زمالكاوي؟ تعلمت منها كتير. و ايه؟ اهلاوي ولا زمالكاوي؟ اهلاوي. 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 وديت في الزمالك برضه فتره طويله. شغل احتراف. اكيد اكيد مش في الزمالك يعني ابقى مصر عشان اهلاوي مثلا. لا لعبت الاهلي كم مره وانت في الزمالك؟ لعبت كتير. كتير مش فاكر كام بالظبط بس لعبت كتير. والعكس؟ والعكس. كتير برضه مش فاكر. اديت في الزمالك فترات كويسه. جدا. بس انت طبعا انا عارف الزمالك الفتره اللي كنت موجود فيها كانت الدنيا صعبه، الامور كانت صعبه قوي يعني. كنت تتمنى ان تلعب مع نادي منهم؟ يعني في بعض الناس لما تبطل يقول لك انا لعبت اهلي وزمالك، لا اتحسبت على الاهلي ولا على الزمالك. وانا العب على نادي واحد بس؟ ايوه يعني في ناس تقول لك كده بعد ما تبطل تقول لك ايه؟ يا ريتني لعبت نادي واحد. هل انت لا لا خالص يا كابتن لا. بالعكس انا بقول لك يا كل فتره في فترتي مع الزمالك كانت كويسه. رصيدك اكتر مع جمهور الاهلي ولا الزمالك؟ بس بعد الاعتزال لازم تتقسم. اعتقد مع الاهلي. مع الاهلي. انا راجل خدت بطولات مع الاهلي يعني النادي الاهلي علم الواحد كتير بصراحه. ضاف لي كتير يعني. بطولات يعني اللي بيميل لك في الشارع اكتر جمهور الاهلي. شويه. وجمهور برضه الزمالك، الناس بتعاملني بصراحه يعني قمه الاحترام برضه. جمهورين محترمين. والسؤال الطبيعي اللي بسأله كل الناس في الشارع، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ تقول لهم اهلاوي. لحد دلوقتي. اهلاوي ولا زملكاوي؟ لما تقول لهم اهلاوي واللي قدامك زملكاوي ما اقدرش ازعله يعني، بضحك كده بهزر، باخدها بهزار يعني وضحك. يقول لك ماشي يعني. بعد ما رحت الاتحاد كانت الامور بالنسبه لك بسيطه وانت جاي من اهلي وزمالك؟ لا لا نادي كبير وجماهيري. لا عانيت شويه في الاول. رحت في الاول كده اول 6 شهور كان مع كابتن حلمي، الامور ما مشيتش مظبوطه يعني. حصلت مشكلة مع كابتن حلمي بس كابتن حلمي من المدربين الكبار الحقيقة. أنا بحبه جدا. هو أنا حصلت مشكلة بقى، المشكلة دي كانت كبيرة، دي عطلتني شوية لما رحت الاتحاد. إيه بقى المشكلة؟ والله كان في ماتش كنت المفروض ألعبه وبتاع وكابتن حلمي ما لعبنيش فزعلت كده ومشيت. رحت مروح. بس دي طبعا دي غلط طبعا، ده يعني غلط مني أنا. يعني رحت جاي لوحدك. طبعا الماتش شغال؟ دي اللي لا لا كان لسه الماتش ما بدأش. قبل الماتش أصلا؟ في المعسكر، كنا في المعسكر. يعني قال لك مش هبتدي بكره وانت واخد الشنطه وماشي. دي طبعا كانت قله خبرات. يعني رجع بيها الزمان عمري ما اعملها تاني. انت قلت بقى انا جاي من الاهلي والزمالك وانا صبر الرحيل وبتاع. بس مش محمد طولاني الكلام ده. حلمي يا يعني حظك. حلمي روقك. يعني قال لك طب مشيت بلا رجع بلا رجع صبر. لا لا بس انا بعدها على طول اعتذرت له ومفيش مشكله ولعبت معاه تاني. لعبت معاه. لا هو كابتن حلمي جميل يعني. من احسن برضه المدربين الواحد اشتغل معاه يعني في حياته. شخصيه محترمه جدا بحترمه جدا وعنده سيستم وعنده نظام قوي. محدش يعرف يفرض عليه حاجه يعني. خالص. انا كابتن حلمي لا شخصيته صعب في التدريب جوه الملعب، بس بره الملعب شخصيه جميله. تحب تقعد معاه. اللعب للاهلي والزمالك وبعد كده تروح اي نادي جماهيري ثاني، في فروقات؟ هو لا الاتحاد هو الفروقات في الجماهيريه يعني مثلا الاهلي الاتحاد جمهوره كبير برضه. طبعا طبعا بس يعني في مصر مثلا الاهلي طبعا يعني الزمالك بعد كده يجي مثلا اسماعيلي الاتحاد فاهم، فدي اللي بتفرق بس. بس لا الاتحاد ليه قلت الاهلي وبعد كده الزمالك؟ الاهلي الزمالك الاهلي. لا يعني انت ليه في مصر شعبيه الاهلي اكتر من الزمالك؟ شعبيه الاهلي اكتر. طبعا. انت مش عارف كده ولا ايه؟ يعني بسمع يعني ساعات يقولوا ان جمهور الاهلي اكتر بكتير، ساعات يقولوا جمهور متساوي، بس ناس كتير عندها الرؤيه دي ان الفروقات كبيره ولا انا اعتقد ان جمهور الاهلي اكتر من جمهور الزمالك. جمهور لا الاكثر. انت بتحس بكده في الشارع؟ الشارع طبعا انا ماشي. انا من وجهه نظرك اخذت قرار رحيل خلاص يعني اخذت قرار الاعتزال كم سنه انت؟ انا 37. 37 كنت تقدر تكمل؟ اقدر اكمل الحمد لله، بس انا مش حاجه تناسبني دلوقتي مثلا كعروض او مش هين نفسي يعني خلاص يا كابتن فاهم؟ لو ما جاليش حاجه تليق بيا وباسمي فلا يبقى خلاص يبقى ده احسن وقت ان الواحد يخلص شكرا يبطل. انت جالك حاجه في الدوري وانت شايف ان لا يعني كل حاجه مش احسن حاجه يعني في الدوري الممتاز ولا تحت؟ تحت. لا تحت ما فيش حاجه في الدوري الممتاز فخلاص يعني
تحت. انت من المستحيل كنت تاخد القرار. لا لا عمري. خلاص يعني قصه صعبه. لا جدا مش هعرف اتاقلم مش هعرف اتعامل. كان ممكن تلعب الطبيعي من وجهه نظرك الدوري يعني سرعته بقت قويه الاحتكاك بقى قوي ولا لا انت تقدر تلعب مده؟ لا انا اقدر العب يعني اقدر العب سنه واثنين كمان وثلاثه. تمام بس اكيد انا دلوقتي سني دلوقتي عمري ما ابقى زي واحد عنده 20 سنه ده طبيعي. يعني مع السن طبيعي المستوى بيقل شويه البدني بيقل شويه دي حاجات طبيعيه. فالواحد طبعا عمره ما يكابر او يقاوح ان هو لا انا اقدر اكمل العب لحد 42 43 لا استحاله. فانا شفت شايف نفسي انا بطلت وانا واقف على رجليا الحمد لله وفي مستوى كويس فقلت لك كده الحمد لله. مستوى الكوره زاد ولا قل فنيا؟ فين؟ مستوى الكوره في مصر زاد ولا قل؟ مش يعني فنيا مش قوي ممكن يكون زي ما انت قلت حضرتك دلوقتي في القوه وفي السرعه بس والحاجات دي. فنيا انا مش شايف الكوره زمان فنيا كانت احسن من كده. دلوقتي لا مش احسن حاجه يعني. ما بتحسش دلوقتي بفرق ان في لعيبه كبار والارقام كبيره ولا كله شبه بعض؟ الفروقات قليله قوي مش كله شبه يعني انا شايف كله الناس قريبه من بعض في المستوى مفيش حد فارق قوي. بالذات في الاهلي والزمالك يعني شايف الناس كلها قريبه من بعض في المستوى. في الاهلي والزمالك؟ والانديه كمان الثانيه كلها شبه بعض يعني. ماتش ليه بيراميدز طبعا سكواد بيراميدز لعيبه كبيره طبعا بيراميدز. انا شايف اللعيبه كلها الفروقات قليله قوي بينهم وبين بعض. حتى اما بتلعب انت مثلا الجونه تلعب مع بيراميدز مع الاهلي مع الزمالك بتحس ان الدنيا قريبه ولا في مسافات؟ مع الجونه؟ لا طبعا في فروقات طبعا. في فروقات؟ طبعا في فروقات لو انا بلعب مع الجونه وبلعب مثلا مع الاهلي او الزمالك لا في فروقات او بيراميدز لا في فروقات طبعا بس في الملعب. شفنا الجونه السنه دي مع فرق كبيره برضو كانت الامور قريبه. في بعض الاحيان وفي بعض الماتشات برضه لا تعبنا يعني الدور الثاني احنا تعبنا فيه جامد احنا ما كسبناش ماتشات كتير في الدور الثاني كسبنا اربع ماتشات بس الدور الثاني فلا فالفروقات بتفرق بقى على المدى على المستوى البعيد انت عندك سكواد كبير عندك بدل فرقه في الاهلي والزمالك وبيراميدز عندك بدل فرقه اثنين وثلاثه انت مثلا فرقه زي الجونه لا ما عندهاش السكواد ده ما عندهاش بدائل يعني لا ما فيش منين وكمان الميزانيه يا كابتن ما فيش احسن حاجه يعني فكلها لعيبه صغيره لعيبه من درجه ثانيه لسه بتعلم لسه بتحفظ زي يلعبوا بس على عبد العال عمل الحقيقه موسم جيد جدا يعني بالسكواد اللي كان معاه اللعيبه اللي كانت معاه انه يقعد في الدوري الممتاز فرقه زي المقاولين مثلا تنزل او فرقه ثانيه تفهم او البلديه تنزل لا هو عمل انجاز طبعا باللعيبه الموجوده الفتره السنه دي فطبعا عمل كلهم لعيبه درجه ثانيه كلهم لعيبه صغيرين فانه يقعد بيهم لا حاجه كويسه جدا طبعا. كانت خبرات برضو قليله؟ عندنا في الفرقه مفيش الا انا ونور بس ومسعود يعتبر اللعيبه الكبيره موجوده في الفرقه. كله لعيبه صغيره. وشوشه دول لعيبه دور ممتاز بس يعني اللعيبه الصغيره عايزه وقت كبير؟ لا مش شرط يا كابتن. لو لعيب صغير دخل في فرقه كبيره زي الاهلي والزمالك او بيراميدز لا هياخد وهيلعب ويبقى كويس. لو بدا مع فرقه يعني بتنافس على الهبوط او بتصارع على الهبوط الموضوع بالنسبه له بيبقى صعب. يعني اللعيب الصغير احسن يبدا في فرقه كبيره. لو هو صغير طبعا يبدا في فرقه كبيره طبعا يا كابتن. انا لعبت زمالك وعندي 20 سنه فاكيد ضافلي انا ابقى موجود مع الجيل اللي كان موجود اكيد عليت معاهم لو انا موجود مثلا لو انا بادئ مع فرقه صغيره لا اكيد هعاني لما ابقى كويس. بتشوف الفروقات دلوقتي بين الاهلي والزمالك واحنا بنتكلم في اللحظه دي متساويين ولا هناك فروقات؟ الفروقات ممكن تكون بالنسبه للاهلي اعلى شويه نفسيا الفرقه واخده الدوري واخده ابطال افريقيا نفسيا فقط لا غير لا نفسيا انا زي ما قلت لك السكواد بتاع الاهلي والزمالك السكواد الاثنين كويسين متقاربين يعني متقاربين في المستوى متقاربين بس انا شايف الاهلي فنيا الفتره دي ونفسيا هو اعلى. بتشوف ازاي السوبر الافريقي؟ انا طبعا بتمنى طبعا اول حاجه يعني نعمل مباراه تليق باسم مصر الاهلي والزمالك يعملوا مباراه ان شاء الله تليق باسم مصر ان دي كوره بتمثل قبل ما تمثل الكوره الافريقيه بتمثل مصر. فرقتين من مصر انت بتشجع الاهلي وانت حتى بتلعب يعني ما كنت تلعب مثلا مع الجونه وبتاع تقعد تتفرج على الماتشات دي تشجع الفريق اللي انت بتتمناه ولا دلوقتي بقى ده خلاص دلوقتي تشجع بقى اللي انا عايزه براحتي بقى يعني كنت اول تشجع الاهلي برضو بالظبط اعتقد يوم الجمعه تشجع الاهلي يقعد ما فيش بقى يوم الجمعه معسكرات برضو وتمرين وحاجات كده لو عندنا وقت ثمان ساعات بيبقى الجمعه الجايه دي ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه اقعد باذن الله نقعد نتفرج البيت كله اهلاوي؟ البيت كله عندي اهلاوي نرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. نرجع تاني ونكمل بقى حديثنا مع كابتن صابر رحيل شايف من وجهه نظرك فرصه مين اكتر في المباراه اللي جايه؟
انا شايف ان فرصه الاهلي نفسيا اكتر شويه كابتن، بطل واخد الاهلي واخد الدوري واخد افريقيا، معنويا هو اعلى شويه من الزمالك، فشايف نسبه الاهلي 70 مثلا 50. وانتوا فيها يا جماعه؟ ايه حد قال 70 تاني؟ 70 50 ازاي؟ هي 100 والله. 70 30 في هو في ده تاني واحد. لا معلش مش هتقول لي كده. اه معلش معلش يا كابتن صلاح محسن 80 50 انت 70 50 70 30 صلوا على النبي كده، هم 100 يعني وخلاص. حبيبي يا كابتن مصر، شايف النادي الاهلي هو فنيا الفتره دي هو اعلى شويه، اعلى شويه نفسيا كمان معنويا، هو داخل المباراه. هل ماتشات الاهلي والزمالك بتخضع بقى لكل الشغل ده؟ بتخضع طبعا يا كابتن، هي ماتشات مالهاش حسابات مالهاش معايير. لا خالص يا كابتن، يعني ما بتخضعش بقى. لا ماشي، بس انا بتكلم على الحاله دلوقتي اللي فيها النادي الاهلي وفيها نادي الزمالك. بس دايما يقول ماتش الاهلي والزمالك ده اول ما صفرت حاجه بتبتدي كل حاجه وارده. كل حاجه طبعا، النادي الزمالك نادي كبير والنادي الاهلي نادي كبير والاثنين شعبيه كبيره، فالمباراه اللي بيستعد لها كويس وبيركز فيها كويس هو اللي بياخد المباراه. مين اللي لو فاق في الزمالك فاق الزمالك الفترة دي؟ انا شايف ان في اثنين، شايف زيزو وعبد الله السعيد هم احسن اثنين في الفترة دي في الزمالك. زيزو عبد الله السعيد طبعا لو فاقوا فاق الزمالك. والاهلي؟ الاهلي في كذا حد يعني، في حسين الشحات، في امام عاشور ماشي كويس، في اسامة ابو علي ماشي كويس، الاهلي في كذا حد. لا في بيرستاو لو في حالته هيعمل هيفرق مع الاهلي كتير يعني. جزيري ولا وسام؟ الاثنين يعني مش شبه بعض يعني يا كابتن اهو يعني. وسام امال ايه الخط اللي الاهلي متفوق فيه بشكل كاسح على الزمالك؟ وايه الخط اللي الزمالك فارق بشكل كاسح على الاهلي؟ بالنسبه لايه؟ الخطوط اللي فارق شويه قوي يعني؟ انا شايف يعني مثلا خط الدفاع في الاهلي احسن ولا في الزمالك؟ خط الوسط؟ لا الاهلي، انا شايف الاهلي احسن في خط الدفاع. الاهلي احسن من الزمالك كجون وكالاربعه اللي قدامه. لا الاهلي احسن. طيب وفي نص الملعب؟ نص الملعب شايف نص الملعب وقدام يعني قريبين من بعض قوي، فروقات مش كبيرة. قريبين؟ قريبين من بعض قوي، فروقات مش كبيرة. يعني شايف ان الاهلي مثلا امام، حسين، برستاو، وسام بالظبط. الناحية التانية عندهم شلبي، عندهم زيزو، عندهم جزيري. جزيري قدام، في عبد الله، في ناصر ماهر. لا عندهم نص ملعب محترم، في دونجا، في محمد شحاته بيلعب في نص ملعب. عبد الله ما زال ورقة مؤثرة بشكل كبير. عبد الله في أي فرقة هيفرق. حتى لو سنه كبير، لا عبد الله لعيب كبير. محافظ على نفسه بشكل قوي. جدا. من احسن الناس ممكن تشوفها تتمرن في حياتك يعني. في التمرين. في التمرين طبعا. فعبد الله، لا عبد الله يفرق مع اي فرقه طبعا. من وجهه نظرك شيكابالا يعني يفرق في 20 دقيقة 30 دقيقة ولا يقدر يلعب 90 دقيقة مستريح؟ لا انا شايف شيكابالا لو نزل الشوط الثاني يفرق مع الزمالك. الشوط الثاني؟ ما زال شيكابالا حتى الان في التوقيت اللي انت بتقوله في 45 دقيقة يقدر يصنع الفارق. طبعا. شيكابالا من احسن المواهب عدت في تاريخ مصر. شيكابالا شيكابالا طبعا يفرق طبعا. اكيد شيكابالا عنده دلوقتي من الخبرات اللي هي تخليه لا يعمل مباراه كبيره كمان. مباراه تفرق اكتر مع الزمالك ولا مع الاهلي؟ معنويا مع الزمالك. مع الزمالك. بس الاهلي طبعا انت عارف في الماتشات دي ما بيهزروش. عايز ياخد كل هالبطولات. كل البطولات، مش هيحس، مش هيسيب حاجه. هل جويس دي مباراه تفرق في في في, في مصيره ولا لا؟ اكيد. السؤال ده ما بحبوش يعني. مش قوي يا كابتن، بس هي تفرق بس كبدايه موسم جديد. كبدايه موسم جديد للاهلي وبدايه موسم جديد للزمالك. فكمدير فني تبدا ببطوله غير ما تبدا ان انت مثلا خسران بطوله، تفرق. ليه جون من كورنر فاكره؟ مع كان في البنك الاهلي. البنك الاهلي. جون. فاكر عارف مين اللي جاب جون شبهه كده بالظبط؟ في الدوري؟ يونسان. ومين تاني؟ مش عارف تاني؟ كابتن مصطفى عبده. كابتن مصطفى عبده؟ حلوه وعادل ودخل الجول. هو جول لفت الكوره حلوه موزه و علامه كابتن مصطفى عبده. انت قصدها ولا هي راحت منك كده؟ لا احنا كان معانا الهوا. فانا قبلها لعب اثنين برضه في الجون، بس كانوا بيطلعوا من على الاولى. يعني انت معاك الهوا وقصت كده؟ في اللعبه، في اللعبه في اتجاه الجون جامد، هي بتروح في الجون لوحدها. الملعب هناك الجونه في الشوط يعني ناحيه الناحيه دي بيبقى فيها هوا جامد. يعني انت لعبها عشان تروح في الجون، مش مش موديها لحد. لا لا قبلها في اتنين كمان قبلها كابتن لعبهم طالعين من قريبه. يعني اللي كان واقف على القريبه ولا مطلعها. ومحدش بيروح لك يعني، انا شايف انت بتلعب الدنيا محدش راح على القريبه اصلا. لا هي في اتجاه الجون وكله المفروض بيتحرك، المفروض في لعيبه بتتحرك بس ما اعرفش بيتحركوش ليه بقى. يعني انت لعيبها اصلا هناك انت عارف ان الهواء معاك؟ الناحيه دي بالهواء بيبقى موجود في الجونه. فاي كره في اتجاه الجون حتى لو شوطه وانت في الناحيه دي بتروح جامده يعني. كان الملعب بيلعب لصالحكم جامد موضوع الهواء ده؟ مش عارف يعني، بس احنا السنه دي
يعني في الجوه في الجونه ما كسبناش كتير يعني لما لعبنا ما كسبناش كتير في الجونه يعني ما كانش معانا الملعب كسبنا بره اكتر من جوه على الملعب بس ملعب الجونه الحقيقه متوضب كويس لا لا ملعب عالمي كارضيه ملعب ارضيه ونور بالليل ونور بالليل كل حلو يعني والجو كويس بتهيألي بصراحه كابتن المدينه متكامله في كل حاجه الجونه فيها كل حاجه انبسطت في الفتره اللي قعدتها ايه جدا مبسوط جدا بس هي كله قصه بس النادي ما كانش فيه امكانيات انه يصرف شويه هو اللي كانت موجوده بس النادي كان عامل بادجت معين لفرقه الكوره السنه دي فكانت مقصره شويه بس هو كنادي وعيشه هناك لا من احسن الانديه الواحد لعب فيها حياته يعني النادي الوحيد اللي لعبت فيه بعيد عن الاهلي والزمالك والاتحاد خدت حظك من الكوره صبري؟ انا راضي طبعا خدت حظ الحمد لله على كل شيء محدش بياخد اكتر من ربنا كاتبه لك طبعا فاكيد خدت حظ طبعا يعني حاسس ان انت اتظلمت في اوقات حاسس ان انت اعلاميا كان ممكن تبقى الامور افضل من كده ولا لا ممكن ممكن اعلاميا ما خدتش حقي كويس قوي بس عادي يعني لا انا راضي باللي انا وصلت ليه برضه الحمد لله اسم صبر رحيل برضه اسم كبير الناس كلها عارفاه الحمد لله فلا فانا راضي بالفتره كلها اللي انا عشتها على مدار لعبي في الدوري الممتاز انا راضي طبعا بس انت كان الاعلام بالنسبه لك مش ماده يعني خالص يعني ما كنتش مهتم ما بسعاش ان انا ابقى ان انا ابقى موجود ان مع انه عنصر مهم او حاجه مهمه لعيب كوره دلوقتي بقت مهمه قوي يا كابتن والسنين الاخيره اللي فاتت دي لا الاعلام فارق مع لعيبه كتير قوي يعني وبيعلي ناس كتير قوي بيخلص على ناس كتير قوي بيعلي ناس تستحق تعلى بص هو لعيب الكوره كده كده مكشوف يا كابتن قول الحق طيب. صبري لعيب الكوره كده كده مكشوف يا كابتن بس ممكن تبقى حاجات تانيه ممكن تبقى صفحات مثلا بتصات لعيبه تكتب على لعيبه الحاجات دي بتفرق يعني احنا الشعب بطبيعته بيسمع اكتر ما بيشوف يعني فاهم بس يقول مثلا ده صبري ده كويس ده صبري خلاص كويس صبري وحش لا صبري وحش خلاص فاهم هو ما شافش لا له دور كبير قوي الاعلام طبعا في انه ينجم لعيبه ويخلي لعيبه في حته ثانيه طبعا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا نرجع تاني بقى سريعا مع صبري رحيل ونسألك السؤال مين أفضل لعيب حالا في الدوري الممتاز حاليا في مكانك؟ السنة دي؟ السنة دي شايف محمد حمدي بتاع بيراميدز ماشي كويس قوي السنة دي بس ولا محترف ولا مصري؟ محترف أنا شايف زنوسان السنة دي أحسن موسم السنة دي عامله السنة دي في الدوري زنوسان دي حقيقة فعلا هو أحسن لعيب السنة دي في الدوري ومسك الأعلى كمين في الدوري المصري طول عمرك؟ كان في كابتن محمد عمارة وكان في كابتن سيد معوض دول الناس اللي انا بحبهم يعني بحب اداره لعبهم شايف فتوحي يقدر يلعب ماتش السوبر الافريقي؟ ما اعتقدش هيكون جاهز بدنيا وبرده الظروف اللي هو مر بيها اكيد نفسيا هو بعيد انه يلعب صعب صعب جدا طيب نخش كده على بعض الاسئله قدامنا على الشاشه وتقول لي مين افضل نبتدي سيد معوض ولا علي معلول؟ الاثنين جامدين مين احسن؟ لازم مين رد؟ كارقام على علي؟ علي معلول كارقام علي علي معلول ولا جيلبرتو؟ في الاهلي لا علي برضه علي برضه علي عدى كل طيب جيلبرتو ولا محمد عمار؟ لا انا اقول كابتن محمد عمار بحب كابتن محمد عمار كابتن محمد عمار طبعا طيب علي معلول ولا عبد الشافع؟ جيت عند واحد انا بعشقه عبد الشافي يعني اخويا يعني بس انا بتكلم كارقام كمحترف يعني عدى كل يعني بيعمل اللي محدش عمله يعني لا هو علي طبعا علي معلول طبعا طب علي معلول ولا يحيى صوت الله؟ لا لسه ما شفناش يحيى صوت الله لا علي طبعا لسه ما عملش حاجه علي معلول طبعا طب علي معلول ولا احمد فتوح؟ هو كل ارقام وكبطولات وكل حاجه لا هو علي عامل كل حاجه هو علي طبعا علي كل حاجه طب انت لو من الاهلي ايد علي ولا لا؟ انا لو من الاهلي السنه دي ايد طبعا هتأيده طبعا علي لعيب كبير ويفرق معايا فرقه طبعا بس هو هل هو جاهز؟ هل هيرجع بعد العمليه اللي عملها ونزل الملعب او كويس؟ ما هو برضه الاهلي مش هيستنى او محدش هيصبر يعني جمهور النادي الاهلي مش هيستنى ان يصبر مثلا تروح منه بطوله او يخسر بطوله جمهور الاهلي دايما عايز اللاعب الجاهز اللي هو اللاعب اللي يكسبه. بس هي دي كل القصه هو علي جاهز ولا مش جاهز؟ بس علي طبعا اضافه للفرقه طبعا ويفرق مع اي حد. لكن انت من وجهه نظرك شايف ان
علي تقديريا يعني تقديريا لعلي معلول وتاريخه ما ياخدش وقت في الرجوع، شايف ان هو جاهز ان هو يقدر ويخش ويلعب؟ لا لو هو لسه لو هو جاهز اه علي يبقى موجود طبعا، يبقى يتسجل طبعا، بس لو مش جاهز بدنيا لا يبقى خلاص ما. صبري بشكرك واتشرف بوجودك دايما وبالتوفيق دايما يا رب في اللي جاي. انا اللي شرفت بوجودي معاك. هتتجه لايه؟ ان شاء الله تدريب باذن الله. تدريب يا تحليل يا لسه مش عارف. خدت دوراتك ولا لسه؟ هبتدي اخدها ان شاء الله الفتره الجايه. هتبتدي اه ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك يا رب، ويعني ان شاء الله باذن الله نكسب مدرب جديد ان شاء الله. يا كابتن حبيبي يا كابتن، انا مبسوط كنت مع حضرتك. شرف ليا. شرف ليا يا كابتن. خلصنا حلقتنا مع نجمنا النهارده صبري الرحيل، بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده من ملعب اون تايم مع زميلنا ابراهيم عبد الجواد. اتمنى له يا رب كل التوفيق، وانا اشوف حضراتكم على الف خير.